بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعينا الكرام، واهلا وسهلا كل بيسمعني لاول مره. معكم مس صفاء قناه يوتيوب. اللي بيسمعني لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس. حابه اعرفني في قناه ثانيه اسمها يوتيوب معرفه، اسمها يوتيوب اشتركوا في القناتين يوتيوب ويوتيوب معرفة، ولا تبخلوا علينا باللايك والكومنت للقناة. يمكنكم الوصول للقناة الثانية، ممكن تكتب في البحث يوتيوب معرفة تظهر لك، أو ممكن تفتح هذه القناة أسفل الفيديوهات تجدها. القناتين بنزل فيهم تعابير إنشاءات ورسائل وضعيات وغيرها من محتوى القناة. اليوم إنشاء عن الإرادة، بالإرادة تصنع المعجزات، أو إنشاء عن إرادة تغلب المستحيل. نزلت في القناة عن الإرادة والعزيمة، وطلبت مني عن الإرادة فقط. أنا بذكر هنا الإرادة، تعبير عن الإرادة في حدود 15 سطر، ممكن يقل ممكن يزيد على حسب خطك. مقدمة أطرق بياض مسافة كلمة، أي موضوع تعبير أطرق بياض مسافة كلمة. الإرادة هي القوة والعزيمة التي يمتلكها الفرد في شخصيته، ويواجه من خلالها كل ما يمكن أن يواجهه من مصاعب ومخاطر وضربات قوية. كده تعريف بالإرادة. مقدمة تعريف للإرادة. ليس بالضروري أن يكون التعريف دقيق في المقدمة، ممكن تعريف دقيق أو غير دقيق، أو ممكن المقدمة نستشهد، أو ممكن لمحة بسيطة عن الموضوع. في كذا طريقة للمقدمة. العرض هنا أطرق بياض، يجب على كل إنسان أن يسعى وراء هدفه ويحاول بقدر الإمكان عدم الاستسلام. فكثيرا ما نرى قصص نجاح تحققت بفعل الإرادة والصبر. فالإرادة هي بداية الطريق لتحقيق المراد، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى أهدافه في أقل وقت. فبلا شك صاحب الإرادة والعزيمة القوية يصل إلى القمة ويرتقي سلم المجد، والعكس من الذي ليس له إرادة لا يمكن أن يتقدم، فهو مصاب بالإحباط والكسل والفتور، ويقف بمجرد أن واجهته عوائق. الإرادة من الأمور والعوامل التي تقف وراء النجاح، فمن يمتلك الإرادة قادرا على تخطي كل الصعوبات والأزمات وكسر فاصلة. الإرادة من الأمور والعوامل التي تقف وراء النجاح، فمن يمتلك الإرادة قادرا على تخطي كل الصعوبات والأزمات وكسر كل القيود. نكمل كده الخاتمة. مقدمة، انتهيت من المقدمة. ثم ذكرت العرض، ذكرت عن أهمية الإرادة ويعني عواقب الإنسان الذي ليس لديه إرادة وأهمية الإرادة. ندخل على الخاتمة. مقولة، استشهدت بمقولة. عندنا مقولتين، أو هنا قول شاعر، وهنا مقولة الإمام الشافعي. ممكن نذكر واحدة. في استشهادات كثيرة عن الإرادة، في آيات قرآنية أيضا، نختار أي واحدة. لو أنتوا حافظين أي استشهاد ممكن تضيفوه، ليس بالضروري الالتزام بما هو مكتوب. الخاتمة. وأخيرا أختم كلامي بقول الشاعر أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مقولة عن الشاعر أبو القاسم الشابي، ده شاعر مصري. في عندنا قول الإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. مرة أخرى: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. بصراحة مقولة الإمام الشافعي جميلة، أنا ممكن تستشهد بها. انتهيت من الإنشاء أو التعبير الكتابي.
يا رب يعجبكم الفيديو. وإذا لم يعجبكم ممكن تفتحوا الفيديو الآخر عن الإرادة، كاتبة عن الإرادة، تعابير وإنشاءات كثير عن الإرادة. أنا كاتبة 3 إنشاءات عن الإرادة في فيديو واحد، يعني ممكن تختاروا اللي يعجبكم. نزلها من عدة أشهر. اعملوا لنا لايك وكومنت للقناة، اثبت وجودك وحضورك بكومنت للقناة، تعليق للقناة تحت، والاشتراك في القناتين، قناة يوتيوب وقناة يوتيوب معرفة. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.